موجودين إلى جوار العشرات من الأبطال سواء في الداخل والخارج. All the above is part of a series. Rick Garvey became the 42nd film festival in the world and the second in the Arab world. هذا العام سنعلن عن افتتاح مهرجان السجادة الحمراء للعام الثالث على التوالي من مرسى ميناء الصيادين الصغيرة في غزة، المكان الذي سيظل يذكر العالم بأكبر سجن بشري على الإطلاق، ميناء ولكن لا حقائب للسفر ولا مسافرين. وهذا أسوأ ما في الأمر، في ميناء الصيادين ستنتصب شاشة كبيرة لتعلن أن أكثر من 100 فيلم عربي ودولي وصلنا على موقعنا ريد كاربت، وتم اختيار 45 فيلما للعرض لهذا العام، كما وصلنا 20 فيلما من شركائنا شبكة أنهار وشركة عودة للأفلام. وعود على بدء، لأننا الصورة الحية التي تعكس نضال الأسرى في إضرابهم عن الطعام، قررنا أن يكون فيلم الافتتاح اصطياد أشباح، وهو فيلم عن الأسرى وللأسرى، ليقول: ليس لحمنا ودمنا فقط هو من يعلن انحيازه لكم، فالله معكم ونحن معكم وجميع الأحرار معكم، والصورة والميناء والمقاعد والفقراء جميعا، وبحر غزة وملح الأرض وماؤها معكم. في موعد للمهرجان ممكن يجي تصريح دخول المخرج هذا لغزة بعد من المهرجان، هذا كثير لها تأثير. مخرجين وممثلين لهذه الأفلام يشاركوا في المهرجان في غزة أو في غير غزة. Until this moment, 25 days ago, hundreds of prisoners. في العام الثالث لمهرجان السجادة الحمراء سنكون معا، ليس على مستوى المجاز بل على المستوى الفعلي أيضا. السينما ستجمع غزة ورام الله وحيفا في نفس اليوم، يوم الافتتاح، والعروض ستشمل في أيام المهرجان الخمسة مدن الناصرة، يافا، وعروس المدائن القدس. وأخيرا، أرضنا واحدة ونحن إنسان واحد يتنفس حبا ويكره من يشطره، لذا أديروا ظهركم لسكين الانقسام لتعرفوا أن أمنا الأرض وأمنا فلسطين هي ضحيتنا الأولى، ضحية الانقسام. ليش قهود خلال أيام المهرجان؟